مساء الخير على كل الناس، او صباح الخير بقى على كل الناس اللي بتشوفنا. احنا النهارده هنعمل الكشري بطريقه سهله جدا. ده عدس اللي هو لونه اسمر او بيقولوا عليه عدس بجبه، اتغسل وتحط ايه، يتسلق. هنشيله امتى بقى يا عمته؟ هنغليه شويه علشان احنا هنضيفه على الرز والعدس الاصلي، تمام فهنسيبه هو عشان هو ناشف بنسلقه شوية، تمام يعني مسافة مثلا هنقول 10 دقايق كده على النار. 10 دقايق على النار وهنشيله. طب لما نلاقيه عامل ازاي نشيله؟ اما يبدأ ان هو الحباية بتاعته تكبر كده وتطرى شوية هنشيله. تمام. نسيت بقى اقولكوا على الحاجة الخطيرة جدا اللي هتخلي الكشري يختلف عن اي كشري تاني، بيبقى صعب، وانك تستخدمي حلل كتير ومواعين كتير بقى وكده. العدس النهارده هيتعمل الكشري، عفوا الكشري النهارده هيتعمل بطريقه سهله جدا وفي حله واحده بس. يلا بينا نشوف ازاي هيكون في حله واحده بس، ده اللي هنعرفه بس بعد شويه. مكرونه حطينا ميه، حط عليها شويه زيت وملح، وهنبدا نسلق المكرونه. في ناس بتحب المكرونه اشكال في العدس في الكشري، احنا عندنا النهارده شكلين بس كده، صغيره واللي هي الشرايط دي. عندك اسباجيتي ماشي، عندك قواقع برضو بتبقى جميله. تمام ماشي، حاجه تجذب الاطفال كده يعني، انت بقى وراحتك في اشكال المكرونه. انا هنا قلت حبيت احط بس اللي هي المكرونه الشرايط دي، بتدي شكل حلو. وهسيبها بقى شوية تستوي، وهبدأ دلوقتي اعمل بقى الحلة اللي هتجمع فيها الحاجات كلها. تمام. دلوقتي احنا جبنا الحلة بقى اللي هنجمع فيها المحتويات الكشري. هحط فيها شوية زيت، وهبدأ اول حاجة اعملها ان انا احمر البصل. هشيل، في ناس بتحب البصل محمر كتير، هو البصل بيدي طعم حلو طبعا، فانا هبدا ايه احمره في الحله اللي هعمل فيها الرز علشان الزيت نفسه ياخد طعم البصل. ده البصل انا مقطعاه حلقات. تمام. وهنزله بقى على الزيت. زي ما انتم شايفين البصل لسه هو بيتحمر، حط عليه شوية ملح علشان يساعد على تحميره ويبقى شكله حلو. في ناس بقى بيعملوه مثلا بدقيق او بنشا ويحطوه في زيت غزير كده علشان يبقى مقرمش، برضو الطريقة دي هتطلعهولك مقرمش برضو. الملح اللي انت حطيه ده هيساعد على انه يكون مقرمش ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع نبص على المكرونه برضو، هي بتستوي لسه ما استوتش. تعرف ان هي استوت اما تلاقيها بيض لونها، بيض لونها بقى ابيض. هي كده لسه ما استوتش. تمام. ده بقى العدس بتاعنا الاصفر، هنخلطه على كميه الرز اللي هنعملها. كميه العدس الاصفر ما تبقاش كبيره قوي، يعني مثلا لو هتعملي 3 كوبايات رز ممكن تحط عليهم نص كوباية عدس، او لو كوبايتين تحط عليهم ربع كوباية عدس، بس العدس الاصفر بيديله طعم جميل خالص. في ناس بتحبه بالعدس الاصفر بس، ما بتحبش العدس بجبة، بس هو العدس بجبة برضو من يعني يدي فوائد حلوة قوي للكشري. بس هنخلطهم على بعض وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. تمام كده المكرونه ابيضت اهي وبقت مسلوقه كده، وطلعناها وحطيناها في مصفه تتصفى كويس جدا. وهنعمل ايه تاني يا عمته؟ هنجيب بقى الحله نفس الحله بتاع المكرونه. تمام. هنحط فيها، هنعمل ايه بقى؟ هنحط فيها قطعه زبده، انا عموما بحبها بالزبده.
في ناس بتحط زيت، بتحبها بالزيت. تمام، فهي الزبده بس تديها طعم حلو يعني. اوكي، وهنروح منزلين عليها المكرونه ونقلبها فيها. تمام، بس وهي المكرونه بس اللي بتبقى في حله لوحدها، ما بقلبهاش مع بقيه الكشري، هي لانها بتبقى على الوش فما بحطهاش على بقيه الكشري. بس هي كده المكرونه جاهزه، هقفل عليها وهغطيها واسيبها بقى اما تغلي. تمام، ده بقى البصل قرب اهو يخلص، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. ده البصل بعد ما اتعمل وطلع شكله خطير جدا. هنعمل ايه يا عمته بعد كده؟ دلوقتي بقى في نفس الحله. تمام، هنبدا نحط شعريه نحمرها. تمام، طبعا احنا بنستخدم حاجة تيتا. يعني ده مطبخ تيتا، والحلل مفيش حلل لا سيراميك ولا سيراميك ولا شيفان ولا ستانلس، دي حلل الومنيوم طبعا. تيتا، حلل تيتا ولا نصرف طبعا. نحمر الشعرية. تمام كده، انا حمرت الشعرية. تمام، هبدأ انزل عليها بالرز والعدس اللي احنا قلنا عليه. العدس الاصفر، احنا سلقنا العدس الثاني زي ما قلت في بداية الفيديو، سلقناه وقلنا لما يكبر كده اما ينفش شوية، احنا قلنا حوالي 10 دقايق كده على النار. ايوه تمام. بعد كده احنا حطينا الشعرية وادي الرز والعدس الاصفر، هنسيبهم برضو نقلب فيهم كده لحد ما يبدا ينشف شويه الرز، وتحس ان هو بقى يعني ناشف، مش لسه فيه ميه كده، يبدا بيقولوا عليه يشقشق كده او يشكشك. الرز اهو زي ما انت شايفه. تمام، بقى مفرفر كده، مشكش ما بقاش ما بقاش معجن، ما بقاش فيه ميه يعني، بقى مشكشك اهو. هنبدا نحط عليه الايه، العدس الاسود اللي احنا سلقناه نص سليق كده. تمام، هقلبهم على بعض. الرز والعدس الاصفر والعدس الاسود اللي اتسلق واتصفى اتحط عليهم بعد ما الرز شكشك. بعد كده نجيب بقى المكرونات. لا، بعد هنحط بقى المية سخنة. يا ريت بقى تبقى المية سخنة عشان ما يعجنش، صح؟ تنزل على الرز على طول، يبدأ ايه يغلي على طول، لأن المية الساقعة بحس إن هي لما بتنزل على الحاجة السخنة كده بتخليها مجرمزة، بتستوي كويس. فلازم تبقى المية اللي أنا هنزلها عليها سخنة. بصي بقى منظره شكله عامل ازاي، خطير. لما يستوي كمان بيبقى شكله بقى تحفه. تمام، عايزه تحطي حمص، حمص اللي هو بتاع الحلبسه ده جميل خالص، اسلقيه برضو وحطيه ضيفيه على الحله بتاعتنا دي. اي اضافات ليكي عايزه تحطيها حطيها معانا، ممكن تسلقي الحمص وتسيبيه لوحده تحطيه مع المكرونه على الوش. تمام، براحتك بقى انت وذوقك في تقديم الطبق. تمام تمام، دلوقتي هنبدا نحط الميه
على ميه سخنه، ميه سخنه قلنا علشان الرز ما يجرمسي. تمام 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 بعد ما سقيت الرز اهو، وهتأكد بقى ان هو ايه بيغلي من كل حتة. طلعنا فوق سطح الرز يعني مش ممكن مش نزود من شوية كده، كمان وكمان شوية بس كده. تمام. طبعا حاطه بقى، حطيت الملح بتاعي، حطيت شوية فلفل، شوية كمون، حاجات صغيرة كده. تمام تمام، وهبدأ أغطي عليه علشان يبدأ الرز يغلي من كل حتة، وما يبدأ يتشرب المية بتاعته هوطي عليه خالص عشان يستوي بقى براحته. تمام. دلوقتي هنبدأ نعمل الصلصة، صلصة ثوم الكشري. طبعا متقطع حاجة مهمة جدا، ادي طبعا، توم، حطيت عليه والشطة شوية زيت. اسمها ايه التانية دي؟ الدقة بقى، الدقة، الدقة دي حاجة لوحدها. ده أهم حاجة. احنا دلوقتي هنعمل الصلصة، صلصة الطماطم. هنحمر الثوم في الزيت، طبعا الرز احنا سايبينه على النار بيستوي بقى على نار هادية. تمام، يبقى كده احنا عملنا كام حلة حلتين؟ كده، دي تالت حلة نستخدمها. تالت حلة. طب ايه حكاية كنا الحلة الأول بقى الحلة الواحدة، كنا الأول بنعمل الشعرية لوحدها، والعدس أبو جبة لوحده، والرز مع العدس الأصفر لوحده. دلوقتي احنا جمعنا دول في حلة، نقصنا حلتين أهو. والمكرونة طبعا ما ينفعش إن أنا أضيفها عليه. علشان انا بحطها على الوش ازوق بيها بقى. اوكي، حاجه بقى انا حمرت اهو، هبدا احط ايه نقطتين حمض كده على الثوم، وهنزل على طول الطماطم. الريحة تحفة 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 تحفة. هحط طبعا الملح عشان الطماطم تتسبك على طول. تمام. وهسيبها بقى لحد ما تستوي الطماطم. هتبلها طبعا، هحط عليها فلفل وكمون. اوكي، الشطة بقى والحاجات دي بتبقى في الآخر. اوكي، عندنا مواعيد الغد دلوقتي هنعمل. بصوا بقى منظر الكشري، الرز بالعدس، العدس الاصفر شكله بالشعريه. تحفه بصراحه، زي بتاع المحلات بالظبط. مش المحلات ما بيعملوش كل حاجه لوحدها، المكرونه لوحدها والباقي لوحده. ادي الرز عندك، هاخد عليه المكرونه. طبق خطير 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 خطير. هبدأ احط عليه، ازوقه من فوق بايه؟ بالبصل. واو واو. دلوقتي هنعمل الدقة. انا ليا طريقة بحبها في الدقة، اللي هي بعملها على البارد. تمام. ازاي؟ ان انا هحط الثوم في الخلاط، هعصر عليه ليمون. تمام، في ناس بتحبها على السخن، ان هي برضو بتحمر الثوم وتروح حاطه عليه خل وحاطه عليه ميه. فاللي يحب الطريقه دي يجربها. تمام، واللي يحب دي يجربها. وحط الميه. تمام، هحط ملح.
الخل. وهضربهم. دلوقتي طبعا احنا عرفنا ان طبعا الكشري بيحب الشطه، طبعا فهبدا احط على الشطه على الدقه دي. دقه حط لها بقى. هي دي بقى بتاعت الشطه. اما الصلصه برضو بيتحط لها شطه اللي حابب بقى، عشان في ناس مش بتحب الكشري بشطه، انما الدقه لازم يبقى عليها شطه. احنا دلوقتي حطيتها عمته في بوله بعد ما ضربتها مع الشطه والثوم وخل وليمون، تمام، وملح طبعا، وعملتيها بقى ظبطتي الحدق بتاعها. تمام بس. تمام. في بقى ناس زي ما قلنا بتحب ان هي تعمل الثوم تحمره، تروح حاطه عليه الخل، تروح حاطه عليه الميه، تبدا تحط عليه الشطه. طعمه هو بارد بيبقى حلو. طعمه على البارد كده بتبقى طعمها حلو. تمام، اللي حابب يعمل بالطريقه دي يعمل، واللي حابب يعمل بالطريقه الثانيه يعمل. ويلا بينا بقى نشوف الخطوه الاخيره وهي الغرف بقى. غرف الطبق يبقى شكله، هيطلع الشكل هيبقى عامل ازاي. عندنا مواعيد الغرف دلوقتي هنعمل. بصوا بقى منظر الكشري، الرز بالعدس، العدس الاصفر بالشعريه، شكله تحفه بصراحه، زي بتاع المحلات بالظبط. مش المحلات ما بيعملوش كل حاجه لوحدها، المكرونه لوحدها والباقي لوحدها. اهو ادي الرز عندك، هاخد عليه المكرونه. طبق خطير 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 خطير. هبدا احط عليه، ازوقه من فوق بايه؟ بالبصل. واو واو. جميل. بصوا دي الدقه، طبعا بنطلع طبق صلصه برضو تبقى مع الصلصه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده او وصفتنا النهارده. بس عمته عايزه تقول حاجه. لسه الصلصه بقى. الصلصه كمان بتحبتي بالدقه بس ولا ايه؟ بصراحه ما بحبش الصلصه زي الدقه. وادي طبق الصلصه. طبق الصلصه خطير. خطير يا عمتي، تسلم ايدك بقى. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في حلقة وصفة جديدة، وما تنسوش تعملنا سبسكرايب. لو عجبكم الفيديو سلام. وبكده تكون خلصت النهاردة وصفتنا. استنونا لو عجبكم الوصفة عملنا سبسكرايب واعجبني للفيديو، واستنونا في وصفة جديدة. ويا سلام على الكشري.